بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى المظلومين. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا صاحب العصر والزمان. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. السلام على المغسل بالدماء، السلام على من بكته ملائكة السماء، يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. ذاك المنى لو أن ذلك يحصل يا أبا عبد الله غريب، يا مظلوم كربلاء يمحي الزوار يا أبو علي. وجه الصباح علي ليل مظلم، وربيع أيامي علي محرم. والليل يشهد لي بأني ساهر، إن طاب للناس الرقاد فهوموا.
قرحة لو أنها بي لملم نسفت جوانبه وساخ يا لملم قلق يا أن تقلبني الهموم بمضجعي ويغور فكري في الزمان ويتهم فعسى أنال من الترات مواضيا تسدى عليهن الدهور وتلحم أو موتة بين الصفوف أحبها هي دين معشري الذي نتقدم واشفيك يا سيد ما تنام الليل وتتمنى الموت قال ما خيلت أن الدهر من عاداتي تروى الكلاب به ويضمن ضيغم ويقدم الأموي وهو مؤخر ويؤخر العلوي وهو مقدم وش تقصد يا سيد وش تريد تقول قال مثل ابن فاطمة يبيت مشردا ويزيد في لذاته يتنعم يرقى منابر أحمد متأمرا في المسلمين وليس ينكر مسلمون ويضيق الدنيا على ابن محمد حتى تقاذفه الفضائل أعظم خرج يا الحسين من المدينة خائفا كخروج موسى خائفا يتكتم وقد انجلى عن مكة وهو ابنها وبه تشرفت الحطيم وزمزم لم يدر أين يريح بدن ركابه فكأنما المأوى عليه محرم عنك يدور أهل المجد هاليوم ماشي طلبي من الله بالسلامة يرجع حسين ظلت تخاطب للوطن بنت الأطايب يا دور عنك شايلين شبول غالب حسبي وعدي واسألي عنا الرجايب الله يكفينا البلايا وفجعة البيت بوداعة الله يا منازلنا مشينا ومن هالسفر ما ظنت نعود المدينة يا ونذر علي بالسلامة كان جا
ابوابك الزينه شمال ويمين. يقول هذا كلام زينب ومحمد وش يقول يا حبيبي؟ قال يقول يا حسين سلطان البلد ادلع عزم شين تطلع الناس تشيعة وتسرج على الخير وانت يا سلطان المدينة طالع بليل يا حسين وياكم اخذون يا ضي العين تتنامس بنصراك يا ابو سكن الاجانب وانا نصيب الحزين ومقاس المصايب ليا الفخر وصيت بيام الحراي قاست انا هوال الجمال ويام صفي الامر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد واعمر قلبي بطاعتك ولا تخزني بمعصيتك وارزقني مواساة من قدرت عليه من رزقك بما وسعت علي من فضلك ونشرت وأحييتني تحت ظلك وهذا شهر نبيك سيدي رسلك شعبان الذي حففته منك بالرحمة والرضوان الذي كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدأب في صيامه وقيامه في لياليه وأيامه بخوعا لك في إكرامه وإعظامه إلى محل حمامه. اللهم فأعنا على الاستنان بسنته فيه ونيل الشفاعة لديه. اللهم واجعله لي شفيعا مشفعا وطريقا إليك مهيعا واجعلني له متبعا حتى ألقاك يوم القيامة عني راضيا وعن ذنوبي غاضيا قد أوجبت لي منك الرحمة والرضوان وأنزلتني دار القرار ومحل الأخيار
وصل يا رب على محمد وآله الأطهار. أي مجلس من المجالس نعقده بسبب ارتحال فرد أو أفراد من المؤمنين بأي طريقة كانت، سواء فارق هذا الإنسان هذه الحياة على فراشه أو بعد مرض عضال أو بسبب قتل في سبيل الله سبحانه وتعالى، فإننا نريد تحقيق أمرين اثنين. أما الأمر الأول وهو الأهم وهو المقدم، وهو إيصال الثواب العظيم بسبب انعقاد هذا المجلس على أهل بيت العصمة والطهارة صلوات الله عليهم إلى هذا المتوفى أو إلى هذا الشهيد المقتول في سبيل الله سبحانه وتعالى، وهذا أهم أمر. فإن لانعقاد هذه المجالس ثواباً عظيماً لا يحصيه إلا الله تبارك وتعالى، ليس هنالك مقدار وليس هنالك حد معين للثواب الذي يناله العباد عند حضور هذه المجالس وعند إقامتها. فلقد جاء في الخبر عن سادة البشر صلوات الله وسلامه عليهم أنهم قالوا: من ذكر الحسين عنده فخرج من عينيه بمقدار جناح الذباب كان أجره على الله. فلم يحدد المعصومون لنا ثوابا معينا ولا مقدارا محددا من الثواب والأجر الذي يحصل عليه المؤمن عند حضوره لهذه المجالس وعند بكائه على سيد الشهداء عليه أفضل الصلاة والسلام. الغرض الثاني والهدف الثاني المراد تحقيقه هو الموعظة والذكرى للمؤمنين. ومن هنا تتعدد الليالي وتتعدد المواقف، ولكل مقام مقال كما يقولون. وخير ما نذكره في هذه الليلة هو شيء عن فضل هذا الشهر الذي نحن في صدد الوفادة إليه والورود عليه، ألا وهو شهر نبي الرحمة صلى الله عليه وآله وسلم. فلقد خرجنا أيها الأحبة من ضيافة الله سبحانه وتعالى لنرد إلى ضيافة سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم. كيف؟ حيث جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: رجب شهر الله، وشعبان شهري، وشهر رمضان شهر أمتي، شهر أمتي. فنحن خرجنا من ضيافة الله، ويا لها من حسرة أن نفارق شهر رجب الأصب الذي تصب فيه الرحمة صبا. ونسأل الله أن يعيننا وإياكم على أمثاله في خير وصحة وعافية، ورؤوسنا مرفوعة بنصر من الله سبحانه وتعالى. يا الله زين. لندخل بعده إلى ضيافة سيد الأنبياء محمد صلى الله عليه وآله وسلم في مثل هذه الليلة، في مثل هذه الليلة. فأي شهر هو هذا الشهر؟ وأي فضل
أعطاه الله تبارك وتعالى إياه وله. نقول جاء في فضل هذا الشهر العظيم الكثير والكثير والكثير. من ضمن ذلك رواية طويلة جدا عن أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، وبعد ذلك ينقل لنا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه شيئا من كلام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، غير أننا نكتفي بمقطع من كلام الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم لنشجع أنفسنا على الطاعة بعد، ولكي نبتعد ونتجنب المعاصي. فإن هذا الشهر هو سلاح ذو حدين إن صح التعبير، الثواب فيه مضاعف والمعصية فيه أيضا كذلك. زين، نمضي إلى كلام الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، فقال بأبي هو وأمي كما جاء عنه. وإن الله عز وجل إذا كان أول يوم من شعبان يأمر باب الجنة فيفتح، أو فتفتح أي تفتح الجنة، ويأمر شجرة طوبى فتدني أغصانها من هذه الدنيا، ثم ينادي منادي ربنا عز وجل: يا عباد الله، هذه أغصان شجرة طوبى فتعلقوا بها. ليش؟ لترفعكم إلى الجنة، لترفعكم إلى الجنة. هذه الأغصان متدلية أمامكم وهي بمقربة منكم، كل غصن منها إذا تعلقت به فإنه يأخذ بك إلى أين؟ إلى الجنة، إلى الجنة. بس قال لا بعد: وهذه أغصان شجرة الزقوم، فإياكم وإياها لا تؤديكم إلى الجحيم، فإن هذه الأغصان كذلك كل غصن منها يأخذ بيد العبد إلى أين؟ إلى النار، وبئس القرار. نستجير بالله تبارك وتعالى. ثم قال: فوالذي بعثني بالحق نبيا، إن من تعاطى بابا من الخير في هذا اليوم فقد تعلق بغصن من أغصان شجرة طوبى فهو مؤديه إلى الجنة، وإن من تعاطى بابا من الشر في هذا اليوم فقد تعلق بغصن من أغصان شجرة الزقوم فهو مؤديه إلى النار، فهو مؤديه إلى النار. ليش انزين اش دخل شجرة الزقوم، ولماذا صارت قريبة من العباد في مثل هذا الشهر؟ نستفيد من رواية أخرى أو من نص آخر: لما كان لهذا الشهر ذاك الفضل العظيم من قبل الله تبارك وتعالى، إبليس مبطط كبده، وش سوي؟ يقول في أول يوم من هذا الشهر يبث جنوده وشياطينه، يلا اسحبوا ولا تقدرون تسحبون في مثل هذا اليوم، خلنا نخفقهم، خلنا نخفقهم. وإن كان الله سبحانه وتعالى لإبليس بالمرصاد، فهو كذلك يبث ملائكته ويقول: سددوا عبادي وخذوا بأيديهم. فالمعركة حامية من الجهتين، وعليك أيها العبد أن تختار: هل تتدلى بغصون الجنان، بغصون شجرة طوبى، هذه الشجرة العظيمة في جنان الخلد، أو تتدلى بشجرة الزقوم؟ نستجير بالله سبحانه وتعالى منها ومن ثمارها، ومن ثمارها. ثم يذكر لنا النبي صلى الله عليه وآله
كيفية التعلق بأغصان شجرة طوبى، كيف أتعلق بأغصانها؟ وما هي الأغصان؟ وما هي هذه الأغصان التي أدنيت منا ودليت إلينا؟ ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فمن تطوع بصلاة في هذا اليوم فقد تعلق منه بغصن. أي إن الصلاة فعل من أفعال الخير، فمن أدى الصلاة على أكمل وجه وفي وقتها محافظا عليها فقد تدلى وتعلق، فقد تعلق بغصن من أغصان شجرة طوبى. بعد: ومن صام في هذا اليوم تعلق منه بغصن. بعد: ومن أصلح بين المرء وزوجه والوالد وولده والقريب وقريبه والجار وجاره والأجنبي والأجنبي فقد تعلق منه بغصن، فقد تعلق منه بغصن. بعد: ومن خفف عن معسر دينه أو حط عنه فقد تعلق منه بغصن. يقول بعد: اللي يعرف واحد من المؤمنين ضاقت عليه الدنيا بما رحبت، يحتاج إلى المساعدة، يحتاج إلى الإعانة، فأعانه بما يستطيع ولا نكلف نفسا إلا وسعها، فقد تعلق بغصن من أغصان تلك الشجرة. بعد: ومن نظر في حسابه فرأى دينا عتيقا قد آيس منه صاحبه فأداه فقد تعلق منه بغصن. لطيف. يقول هم بعد اللي راجع حساباته وشاف بأنه عليه دين من الديون، قد مضى عليه الأجل وانقضت عليه ومرت عليه الأيام والأعوام وقد آيس صاحبه من هذاك مسكين، تعب روحه، انقطع نسمه، وهو يقول: يا فلان رجع البيزات إلا إلي، رجع إلا إلي، رجع إلا إلي. صاحب قصمخ ما يرد جواب، يقول: يلا هذه فرصتان لأداء الدين، فإذا أديت دينك وأوصلت الحقوق إلى أصحابها، والدين هنا بابه واسع جدا. كيف يعني؟ الدين على أشكال، يتصور على أشكال. الدين منه مال العباد، وهذا هم على أشكال. مثلا أنا مقترض، علي أن أرجع مقترض، استعرت أمراً علي أن أرجع هذا الأمر الذي استعرته، خرب شي من أموال الناس، شمخت سيارة، عفست شغلة، سويت شي منها، كسرت جامع غيره، لابد وأن أؤدي هذه المظالم. هم هذا دين بعد في رقبتي، ومنه دين لله سبحانه وتعالى، كالخمس، كالزكوات، كما شاكل ذلك، فإن كل ذلك لا بد وأن يؤديه العبد، ومتى ما أدى شيئا من هذه الأمور في هذا الشهر فقد تعلق بغصن يأخذ بيده إلى جنان الخلد. بعد: ومن كفل يتيما فقد تعلق منه بغصن، ومن كف سفيها عن عرض مؤمن فقد تعلق منه بغصن. يا لها من كلمة عظيمة فيها مقصدان. المقصد الأول: يصف الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله الذي يتعرض لأعراض المؤمنين بالسفيه. يقول هذا أصلا ما نعتبر عاقل، ما نعتبر عاقل، ما نعتبر إنسان سوي رزين. هذا من جهة. من جهة أخرى: من كف هذا الشخص وردعه فقد تعلق بغصن. شلون يعني؟ أيها الأحبة، كثيرا ما نجلس ونتحدث ونتبادل أطراف الكلام،
وهذا الأمر يصدر منا بشكل طبيعي في اليوم مرات ومرات ومرات. كم نذكر فلانا وفلانا 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 بسوء، سواء قصدنا الإساءة أو لم نقصد. يجي أحيانا واحد يقول أنا مو قاصد، حتى لو مو قاصد كلامك مو عدل، أنت تسيء إليه، أنت تنزل من قدره. أو يجي يقول هو كده، هو ما أدري وش، هو يرضى. تعال يا فلان تعال، هذا الكلام الذي تتفوه به هل فيه مدح لهذا الإنسان؟ قال لا والله ما في مدح. زين لو كان قاعد تتفوه بمثل هذا الكلام، خلنا نخلي هذه ضابطة، وإن كان هي مو ضابطة دقيقة جدا لكن تنفعنا بشكل كبير. هذه كل واحد يخليها لنفسه، كل واحد يخليها لنفسه. يقول أنا هذا الكلام قبل أن أتكلم عن أي فرد من أفراد المؤمنين، قبل أن أتكلم عن أي فرد من أفراد المؤمنين، لا بد وأن أضع هذا الأمر في حسباني. هذا الكلام لو كان هذا الذي أتحدث عنه حاضرا عندي، هل سأتفوه به؟ هل سيخرج من ثغري ومن لساني؟ لولا إذا ما أقدر أنطق بقدامه، بعد خلني أنطم من وراء، أنطم من وراء. وإيش لي؟ وإيش لي؟ زين، هذا من جهة. من جهة ثانية، إذا تكلم شخص آخر، يمكن كثير من المؤمنين يقول والله أنا مهذب نفسي صراحة، إني ما أتكلم لا على فلان ولا على علان، بس ما انتهت المشكلة، المشكلة ما خلصت. شلون ما خلصت؟ الناس واجد تهدر، واجد تهدر. وهذه الغيبة يعني مو خالصين منها احنا، يعني سالفتها مو خالصين، قد ما يتكلمون العلماء وقد ما المشكلة، يعني حتى أهل الالتزام يقعون في هذا الأمر من حيث لا يشعرون، من حيث لا يشعرون. أحيانا لا يقصد الإنسان ولكنه بشكل دائم، شوفه يتكلم فلان سوا وهذا فلان كذا وفلان كذا وفلان كذا وفلان كذا، وأنا أستمع إليه إن سكت عن. أنا هني إذا واحد يتكلم عن واحد قدام وظيفتين، الأولى أن أنهاه عن فعله هذا، والثاني أدافع عن ذاك. بعد عندي شغلتين لازم أسويهم، متى ما سكت عن فأنا شريك له في فعله ذاك، إني شريك في فعله ذاك. ومن أحب عمل قوم أشرك في عملهم، فإذا ما سكت عن قد أقع أو أكون شريكا له في فعله ذاك. فلا بد وأن نتنبه إلى المسألة جيدا، أن نتنبه إلى المسألة جيدا. إذا ما تعرض واحد إلى فرد من أفراد المؤمنين لازم أسكت وأدافع عن ذاك، لازم أسكت وأدافع عن ذاك. تجي يمكن وتقول لي إنزين شلون أدافع عن ذاك؟ يعني يمكن هو ذاك فعلا الغيبة هالشكل. هذه الغيبة، الغيبة أن أذكر شخصا بما يسوءه، ولكن هذا الأمر الذي يسوءه هو فعل واقع. يعني فلان مثلا ارتكب أمرا معينا وأنا أذكر ذاك الأمر الذي ارتكبه، خب بعد إذا أذكر شيء لم يرتكب ذاك بعد بهتان أعظام، شلون أدافع عنه وهو غلطان؟ ما أقدر أقول شيء، لا أقدر أقول شيء. كيف؟ كيف أدافع عنه؟ أقول هذا مؤمن، هذا مؤمن، وللمؤمن حرمته، ولا بد وأن أستر عيبه وأن أستر ذنبه ما لم يتجاهر به، لازم. فمن فضح عبدا مؤمنا فضحه الله ولو كان في قعر بيته، ولو كان في قعر بيته. خلنا نتنبه للمسألة زين، ولنلتفت إلى كلامنا جيدا، إلى كلامنا جيدا. بعد، ومن تلا القرآن أو شيئا منه فقد تعلق منه بغصن، ومن قعد يذكر الله ونعماءه ليشكره فقد تعلق منه بغصن، ومن عاد مريضا فقد تعلق منه بغصن، ومن بر فيه والديه أو أحدهما في هذا اليوم فقد تعلق منه بغصن، ومن أسخطهما قبل هذا. هم بعد شوف شلون باب الله مفتوح والرحمة واسعة. يريد الله عز وجل أن يدخلنا الجنة بأي طريق من الطرق، يقول هذه ضيافة النبي صلى الله عليه وآله الذي أرسلناه رحمة
للعالمين. يا الله اللي عنده خلل خلي يصلح الخلل اللي عنده، خلي يضبط وضعه، وباب الجنة مفتوح. ومن كان أسخطهما قبل هذا اليوم فأرضاهما في هذا اليوم فقد تعلق منه بغوص. باختصار، وكذلك من فعل شيئا من سائر أبواب الخير في هذا اليوم فقد تعلق منه بغوص، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وهذا شهر نبيك سيدي رسلك شعبان الذي حففته منك بالرحمة والرضوان، الذي كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدأب في صيامه وقيامه في لياليه وأيامه بخوعا لك في إكرامه وإعظامه إلى محل حمامه. هذا شهر ضيافة النبي صلى الله عليه وآله، يفد فيه المؤمنون إلى ضيافة رسول الله صلى الله عليه وآله. والباب مفتوح للكل، ترى الكل، كل واحد يريد يفد إلى هذه الضيافة فإنه يستطيع الورود والوفادة إليها، إلا شخص واحد يا حبيبي مطرود هالأيام هذه، بس واحد دون الناس كلها. الناس كلها مآمنة، كلها في بيوتها فرحانة ومستانسة، إلا واحد يا حبيبي وهو سيد شباب أهل الجنة مطرود عن جوار جده صاحب الضيافة في مثل هذه الأيام. الحسين يا حبيبي في مثل هذه الأيام لم يدري أين يريح بدن ركابه، فكأنما المأوى عليه محرم. يا حبيبي في آخر أيام رجب خرج من مجلس الوليد وقد أظلمت الدنيا في عينه. إلى من يلتجئ؟ إلى من يمضي؟ قالوا يمضي إلى الذي هو رحمة للعالمين، يمضي إلى الذي طالما حمله على صدره وكان يلثمه ويقبله ويروح ويجي وهو على كتفه. قال امضي إلى الوالد، أروح إلى النبي أسلم عليه أقول له السلام عليك يا رسول الله، أنا الحسين بن فاطمة فرخك وابن فرختك وسبطك الذي خلفتني في أمتك، فاشهد عليهم يا رسول الله أنهم خذلوني وضيعوني ولم يحفظوني، وهذه شكوى إليك إلى أن ألقاك صلى الله عليك وسلم. ثم خرج الحسين من عنده، رجع إليه في الليلة الثانية، وهذه آخر زيارة للحسين إلى قبر جده. صلى عنده ركعات ثم مال بوجهه إلى القبر الشريف. اللهم إن هذا قبر نبيك وأنا ابن بنت نبيك، اللهم إني أحب المعروف وأنكر المنكر، فأسألك بحق هذا القبر ومن فيه إلا ما اخترت لي ما لك فيه رضا ولرسولك رضا. ثم هومت عيناه للنوم على قبر النبي، فرأى رسول الله في كتيبة من الملائكة فاتحا باعاه، ضم الحسين إلى صدره، قبل ما بين عينيه، نادى حبيبي يا حسين. تتحمل تسمع كلامه كأني أراك عما قريب مرملا بدمائك بأرض يقال لها كربلاء وأنت مع ذلك عطشان.
فلا تسقى وظمآن فلا تروى بين عصابة من أمتي يرجون شفاعتي لا نالهم الله شفاعتي حبيبي يا حسين إنا أمك وأباك وأخاك قد قدموا علي وهم إليك مشتاقون حبيبي يا حسين إن لك درجات لا تنالها إلا بالشهادة قال ما أريد أرجع أبو يضمني عندك يا جدة في هذا لا مو مقبول يلا حبيب الحسين يودع جدة مطرود يا حبيب طريق طريق ضمني عندك يا جدة في هذا الضريق علني يا جد من بلوى زماني أستري ضاق بي يا جد من فرط الأسى كل فسين فعسى طود الأسى يندك بين الدكتين جد صفو العيش من بعدك بالأكدار الشيب وأشاب الهم راسي قبل إبان المشيب فعلى من داخل القبر بكاء ونحيب ونداء بافتجاع يا حبيب ولدي حسين أنت يا ريحانة القلب حقيق بالبلاء إنما الدنيا أعدت لبلاء نبلاء لكن الماضي قليل في الذي قد أقبل فاتخذ ذرعا من صبر وحزم سابغ وويلا ستذوق الموت ظلما ظاميا في كربلاء وستبقى في ثراها عافرا منجدلا وكأني بالعين الأصل أحسن وكأني بالأيام من بناتي تستغيث سغبا تستعطف القوم وقد عز المغيث قد برى أجسامهن الضارب والسيرال حثيث بينها السجاد في الأصفاد مغلول اليد قال في أمان الله يا جدي عازمين على السفر طارديني من حربكم يا العدنان مضى جيت ودع عنك يا جدي بالعجل قبل الرحيل ضع النبي يمشي يا جدي وبرتحل خايف بليل هالسفر جني أشوفه سفر مشوم طويل وعالرجع للي ضلعها بصاير الباب انكسر صاح قعدي الوديعة جات فرخك للوداع ضع النبي يمشي يا يمه وبرتح الخايف الساع مدري ياهو يجي لعندي بكربلة وقت النزاع ظنتي ما حد يجيني بالنزاع إلا شمر يقول خرج من محضر النبي ومضى إلى القبر المغيب انحنى على بلغه من دموع عيناه كأني به نادى أمه يا أم الحسنة يا ملطومة العين يا مكسورة الضلعين في أمان الله في دعة الله قصد الأراضي الشريفة و
ودمعه بخده يسيل. يلا ونا ونا ويا الحسين قصد للروضة الشريفة ودمعه بخده يسيل. صاح قعد يا بتول أحسن ناوي على الرح تزود من وداع شبلك يا بتول قبل الشيل هالمسية يا بتول نروح وادي كربة هالمسية يا بتول نروح وادي كرب لصق فوق القبر صدره ورشه بفيض الدموع زود من وداع شبلك للوطن ما له رجوع كان خلف الباب يوم ما كسره ومنك ضلوع لا عوجية بتطحن ضلوع براضي كربة لا عوجية بتطحن ضلوع براضي كربة بعد قال ارتجت بلاد المدينة لجله شمال ويمين وامه الزهر بقبرها زيدت له الوني في امان الله يا ابني يا حبيبي باقي بعد قبر ثالث يا حبيبي تخاصر على قبر بيت الدعاء تخاصر على قبر العضيد ويعلم الله بحزان قلبه يا صاح وداعت الله هذا يا اخوي اللي علينا قدر الله سماك وذبحي من قبل تكوين الوجود خرج الحسين من المدينة خائفا كخروج موسى خائفا اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر سيدي ومولاي يشف كل مريض فك كل أسير رد كل غريب سيدي ومولاي أصلح كل فاسد من أمور المسلمين غير يا إلهي سوء حالنا بحسن حالك إلهي وسيدي ومولاي نسألك يا ربي يا جواد يا كريم أن ترحم الشهيدين السعيدين وجميع شهدائنا الأبرار برحمتك الواسعة وأن تحشرهم مع ساداتهم ومواليهم محمد وآله الطاهرين في دار كرامتك ومستقر رحمتك اللهم اجمعنا وإياهم في جنان النعيم وجنبنا نار الجحيم يا جواد يا وصلي يا رب على محمد وآله الطاهرين.